عليكم، اش خبركم اولدي؟ الله يرحم عليكم الوالدين. وانا كنطلب دوك الناس اللي كيحطوا لي الكومونتير في هاد اللايفات اللي تندير، الله يرحم ليهم الوالدين ولا يعطيهم ما يضرهم ولا يسلط عليهم هاد الفيروس اللي اتصل بيا انا بهاد السيدي دار لي هاد الفيروس. الله ياخذ فيه الحق، انا بغيت ربي ياخذ فيه الحق. انا هاد الايام مرت حك ولدي تيحماق على الكره، تيحماق على الكره ولدي. انا مرت وكنبكي على هاد الغلبه اللي ما لقيتش ولدي كيبقى يرقص في الدار وتيفرح بالكره. وعندي كلشي الماتيريال ديال مالي الكرة عندي في الدار ديالي، كلشي عندي. وولدي تحرم من الكرة، الله ياخذ فيهم الحق. عزيز عليه منتخب وعنده حوايج منتخب، ملي كان باقي ما تيدخل الخدمة ديما تيمشي معاهم للبلدان، ملي ولا جا دار تيمشي يتفرج. ومشى تفرج في الكرة ساعة مسكينة و تعرضوا ليه عديانين. الله اللي غادي ياخذ فيهم الله الحق. انا دعيتهم للمحكمة الكبيرة العليا ديال الله سبحانه وتعالى، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. وهاد الوقفه ديال هاد النهار الجمعه وهاد الشتا اللي صبت، هاد الخير اللي جا من عند سيدي ربي، انا كنوجه الامر ديالي لله وهل الله. يا ربي خذ فيهم الحق، انا ولدي ضيعوني فيه، الله ياخذ فيهم الحق. وباقي هاد السيد هذا باقي راه بغى يدير ثاني شي عصابه اخرى، راه تهددنا في التليفونات، راه تهددني في الزنقه وقت ما دزت انا في الزنقه وسميتو كيعايرنا. ومرتو قالت لي ياك شتيه بعدا في المحكمه، حيت مشيت انا باش نبدل الرانديفو ديال القاضي، ومشيت ولقيت راه كيدور في المحكمه. قال ياك شتيه بعدا في المحكمه، ما عندك ما تصوروا الملف ديالكم غادي يدخل للحفظ. قلت له واخا داكشي اللي قلتي لنا راه كيطرى، داكشي اللي قالت لنا كيطرى، الملف ديالكم غادي يدخل للحفظ. وكتقولها بالراس وما عندك ما تصوري وما عندك ما تدي. قلت لها شاب شكرا الله يكثر خيرك، راه فوق القانون، ويلي فوق القانون، فوق القانون. وما معترفينش كاع بالقانون، الا كاين شي قانون عندهم هما ما معترفينش به، ولكن الجيران عطاوه دابا اتساع ما تيهضر مع حد، السلام وصافي عارفينه. وهما داروا لعب عليهم، دار لهم 25 واحد اللي داير لهم في العريضه، وتيقول لهم انا خدام، تيجيب العاني كيبقى يخربق على عباد الله. انا الو نمشي للامريكان، نمشي لاسبانيا، انا عندي السفير ديال اسبانيا، انا صاحبي اللي داير كلشي عنده صاحبه هو، كلشي تكلم معاه، كل قلت لك شي كلام شي سميات ديال شي شخصيات. اي ها يمكن الا كون جبتهم لكون تنض الحيحه، ولا اني انا ما نقدرش نجبد حتى شي واحد، ما نقول حتى شي سميه ديال حتى شي واحد يقول لك تشهر. ولكن انا كنطلب سيدي ربي يشهره، الله يوريه اللي ما عرفوش هذا السيد وكيصب على عباد الله. انا بغيت الكاميرات، انا بغيت ذوك اللي داروا ليه التشريح ديال ولدي الطفران، ديك الشرطه العلميه تعطيني النتيجه ديالهم. اما السبيطار عطاني قال لك مات ولدك معنف، جوج طبيبات اللي شافوه مشي كاين بالفرنساويه، درتو بالعربيه، راه عندي وعطيناه القاضي التحقيق الله يخرج فيه الخير. انا داك الشيء كاع ديال القاضي التحقيق ما كنقول حتى شي حاجه، ما عندي حتى شي حاجه حك سري، انا كنخدم بالقانون. وكيقول لهم في الخدمه انا حمقه، الا كنت انا حمقه ديوني للسبيطار. الله يرحم الوالدين، ديروا فيا خير، ما نعرف دابا شكون اللي حمق، واش انا ولا هما. الله يداوي الحال، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. الكاميرات اللي كاينين في الطريق اللي وقعت لك ولدك فيها الواقعه، شنو داروا فيها مازال؟ ما داروا فيها حتى شي حاجه. والو انا عندي الكلي، ها هو قالوا لي واحد النهار بخري داك الكلي باش كديري به، الله يبات بخري به. يا واخا شكرا يا سيدي، بخر به والله ياخذ الحق. الكاميرات عندي، الكاميرا عندي، الكلي ديال البومبا وديك القنطره. قال لك سيدي البوليسي عياني، كيلا عيانين، انا غادي ندعيك، ولكن انا دعيته للحق سبحانه. هم موقفين ومازال ما داروا لي حتى شي حاجه. شحال من ملف دار، شحال من ملف تخربق هذاك السيد هذاك البوليسي. وهادي شي اربع شهور هادي عيطوا عليا من الولايه وقالوا لي تيهددوني، قالوا لي ما تبداش ديري اللايف، وعلاش كديري اللايف راه تابعينك الامر الوطني، علاش ما تبعتوش الناس اللي لابسين البدله ديالكم؟ الا كان منعوا دوك اللي تيهضروا على الملفات ديالهم اللي مضرورين، ها تمنعوني انا حيت جا لعندكم وقال لكم هددوها، كيهددوا الصحافه تيهددوا الناس. بقات لهم غير استاذه قانونيه واستاذه الخيار اللي بقى ما جاش يهددها. وهذا الشيء اللي كاين ولدي، الله ياخذ الحق،
وعندي الكلي، راه عندي الكلي فيه كلشي الجدرميه. انا مزوق فيكم، راه ساهل هادشي. الملف ديالي راه جاهز وباين، راه باين. وقالك طار ولدي 17 متر، 17 متر حشومه هاد الهضره هادي، وراه حشومه هاد الهضره يسمعوها الناس. اللي سمعها تيضحك، كيضحك على البوليسي. مشاو قالك التامين، ومشاو قالك لافيراي، لافيراي غادي يهضروا لهم الجنطات. اش غادي يقولوا لهم الجنطات؟ راه حنا اللي مات داك السيد. وانا ديك النهار باش مات ولدي مشيت لسميتو، مشيت للمحكمه. مشاو الراجل صايب ديك الورقه ديال الوفاه، قالوا لي راه قصيده. مشى باش، وانا مشيت دقيت على ذاك الاستاذ وقلت له سيدي راه مات ولدي. حيك علموه البوليس يلقى ولدي في الشنطي، علموه. قال لي هو، قالوا ليه راه واحد الدراكيه ما طراليها ما طراليه. انا مشيت عنده قلت له اسيدي راه ولدي مقتول. انا قال لي جلس لا تما نعيط للبوليس باش يردوا لي ذاك الملف. مشيت جلست وانا خارجه، هو يقول ذاك البوليسي اللي كاين عنده بيرمانونس عيط عليه وقال لي شتي هذا المشكل، هذا المشكل اللي قلت لك ها هو شتي. انا عرفت بلي هذا الخبر اللي جانا راه فيه التخربيق وفيه التخلويط وفيه داك الشيء ماشي مزيان. الموتور فينا هو الموتور ما كاينش. حياه بناني كتقلب على الجوته ديال ولدها. انا الحين دفنت ولدي كنقلب على الموتور ديال ولدي. انا كنقلب على الموتور ديال ولدي، كنقلب على الناس اللي قتلوا لي ولدي، كنقلب على الناس اللي قتلوا لي ولدي تربوا. انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت انا غير يتربوا دوك الناس. من حقك تمشي كأم، من حقك تعرفي الحق. انا مش شاحله فيا العافيه، انا ما نقدرش ندير شي حاجه اللي غادي يغضب عليا الله. الله ياخذ الحق. انا كنتبرى منهم عند الله ويقيني بالله سبحانه وتعالى. راه كنعش لا الليل ولا النهار غاديه ونطلب سيدي ربي، والناس يطلبوا معايا الله يكثر خيرهم. الناس اللي تيقولوا لي الله يجعل من سيدي ربي يرحم داك الشاب، والله ياخذ لك الحق، الله ياخذ لك الحق. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما عندي جهد الا عندي عند الله سبحانه وتعالى. راه شايف الله كل شيء، داك الشيء اللي طرا ليا كله راه عارف الله كل شيء. الله ياخذ ليا الحق، وكنترجى الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.